بسيناريو جميل وجيد للفريق ينطلق بشكل أفضل بشكل أحسن ويحقق المردودية المطلوبة. كرة من حدراف، حدراف يبحث لرفع الكرة جانبية داخل منطقة الجزاء، تصويب حمد العشير يضع الكرة في الشباك يساري ساحرة، 1-0 في 7 دقائق الأولى، 1-0 وممتازة على مستوى التمرير، كرة بالرأس ممتازة، غول يعودون بعشرة لاعبين، يعودون بعميد الفريق، يعودون الكرة نشوف هنا محاولة لإنقاذ الموقف والرأسية، وحده لم يكن مراقبا عائدا من خلف اللاعبين وتمكن من توشيه هذه الكرة برأسية ممتازة. عبد الله الخفيفي يضع الكرة في الشباك، الكابتن والعميد هنا البناء العملية الهجومية، وهذا زكريا حدريف من هذه الجهة يمشي وحده يحاول ما أمكن أنه يكون صنديد أمام هذا الدفاع، في آخر المطاف يضع في الشباك، جوج أهداف مقابل هدف واحد، إمضاء خاص زكريا حدريف في هذه الطريقة الهجومية. شوف هذه اللقطة، برافو على هذا التصوير الجميل، هذه اللقطة الجميلة على هذه المتابعة، ونشوف هنا كيف أن هذه المحاولة الهجومية خلات زكريا حدريف أنه يدخل داخل الدفاع ويسجل هدف. للنهضة البركاني رفع الكرة داخل منطقة الجزاء والرأسية تأتي ثم المحاولة لإصرار، جول 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 جول، كيف هذا، ماذا وقع، تصويبة تأتي بهذه الطريقة وبهذا الأسلوب من جانب أمين الكاس، يضع في الشباك، ثالث الأهداف من النهضة البركانية في مباراة اليوم.